أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الوضع العسكري في تعز والوقوف على أولوية ما بعد كسر الحصار عن المدينة. تتواصل لليوم التالي العملية العسكرية الواسعة لتحرير الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، وذلك بعد يوم من استكمال تطهير الجبهة الغربية وكسر الحصار جزئيا عن المدينة من المدخل الغربي الجنوبي. قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على تبة الصبر المطلة على أجزاء واسعة من عصيفرة، فيما المعارك مستمرة على خطوط التماس في الجبهة الشرقية بالقرب من القصر الجمهوري ومعسكر قوة الأمن الخاصة. يأتي هذا في حين نقلت المشاهد الآتية من تعز احتفالات كبيرة عقب ما حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس عبد الرب منصور هادي دعا كافة أبناء محافظة تعز إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العناصر الدخيلة، مشددا على ضرورة تضافر جهود المواطنين مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على المكاسب التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة. فيما أكد نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح على أن قوافل الإغاثة بدأت في التوجه إلى تعز بعد فك حصارها، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل على إعادة إعمار المدينة. وأضاف بحاح في مؤتمر صحفي عقده في عدن أن الأولوية في هذه المرحلة هي إيصال المساعدات وتأمين الخدمات الأساسية. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: هل يمثل تقهقر الحوثيين في تعز بداية لحسم معركة صنعاء؟ وما هي الآثار المترتبة على عملية فك الحصار عن تعز؟ سنضع هذه المحاور على ضيوفنا، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. تعز ما بعد كسر الحصار المعادلة الصعبة. تأمين المناطق المحررة الأولوية الأهم والأكبر لاستكمال معركة تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. خلال 3 أيام فقط تهاوت مواقع الحوثيين وصالح تحت ضربات المقاومة والجيش الوطني ضمن هجومها النوعي وغير المسبوق، هجوم تمكن حتى الآن من السيطرة على كامل المدخل الغربي الجنوبي للمدينة في منطقة الضباب وتأمين الطريق الرابط بينها وبين عدن. وإن تتعلق همة المقاومة الآن في استعادة تعز كاملة وبأسرع ما يمكن، فإن الجهد القتالي يتركز على المدخل الشرقي وبعض المناطق في المدخل الشمالي. وفق بيانات المقاومة الشعبية فقد أربك الهجوم الحوثيين ودفعهم للفرار من مواقعهم والتحصن بالمدخل الشرقي وبعض المناطق، حيث يقومون بعملية زرع للألغام في محاولة لوقف تقدم المقاومة، بينما تحدثت مصادر عن انهيار في صفوف ومواقع الميليشيا. وبصرف النظر عما قد تتضمنه بيانات المقاومة نسبيا من معاني الحرب النفسية، فالواضح أن تعز التي أذاقها الحوثيون العذاب تبدو اليوم على طريق الخلاص. احتاج الأمر إلى أشهر حتى تقوت المقاومة وتنظمت لتنتقل من عمليات الكر والفر إلى الهجوم والمبادرة، لكن ذلك لم يكن منفصلا عن غارات التحالف التي استنفدت الجهد العسكري للميليشيا. وإذا كان حسم المعركة في تعز بات مسألة وقت ليس أكثر، فإن السؤال الآن هو عن إمكانية أن تكون استعادة المدينة منطلقا لاستعادة العاصمة صنعاء وبقية المناطق اليمنية، إن بالسلاح أو سلما إذا قررت الميليشيا أو أجبرت على قبول التسوية السياسية وفق القرارات المعروفة يمنيا ودوليا، بدل الاستمرار في معركة تقول تعز وقبلها مأرب وعدن والضالع أنها خاسرة. إذا مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من تعز: قائد اللواء 35 العميد الركن عدنان الحمادي، ووكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، ومن عمان الناطق باسم الجيش الوطني سمير الحاج، ومن الشارقة المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. إذا تتوارد الأنباء مشاهدينا الكرام عن الانتصارات التي حققتها المقاومة والجيش الوطني في تعز، بدءا من قبل فترة تحرير مركز مديرية المصراخ، ثم بعد ذلك تحرير عدد من المناطق في الأقروض في الجبهة الغربية، تزامن ذلك أيضا مع تحرير عدد من المناطق في الجبهة الغربية بداخل مدينة تعز، ممثلة بمناطق ما يجاور معبر الدحي. وفي الأمس التحمت الجبهة الغربية بالكامل وفك الحصار بشكل جزئي عن المدينة بانتظار تحرير بقية المنافذ. ينضم إلينا الآن الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أخي العزيز.
سيادة العميد، هل ما حصل في تعز يعتبر تطورا نوعيا يمكن البناء عليه للانتقال إلى معارك أخرى في مدن أخرى، أم أن الأمر لا زال يعني يحضر على نار هادية؟ شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة بلقيس المحترمين. الحقيقة فعلا ما جرى هو حدث يمكن أن يبنى عليه. اليوم نشاهد معنويات عالية لمقاتلين في الميدان من الجيش والمقاومة الشعبية، وكذلك بالمقابل نرى انهيار وانكسار كبير جدا ومعنويات منهارة للطرف الآخر الانقلابيين. الأمور تسير بشكل جيد وفق خطة محددة. دعنا لا نستعجل طبعا الأحداث. احنا الآن كما قلت بدأنا بفتح جزئي لأحد الجهة الغربية والجنوبية الغربية، لكن لا زال أمامنا محاولة كثيرة. نعم سيد، نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سيادة العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني، ينضم إلينا الآن سيادة اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. سيادة اللواء، يعني كانت مهمة اللواء 35 السيطرة على مديرية المصراخ وأحكام القبض عليها، ومن ثم الانتقال إلى تحرير الجبهة الغربية الجنوبية من تعز. بعد استكمال هذه المهمة، إلى أين ستصل مهمة الجيش اللواء 35 وبما كلفتم أنتم في اللواء؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب وشكرا لك وتحياتي لضيوفك اللي في الاستوديو. وبالنسبة في البداية أحب أن أترحم على أرواح الشهداء وأدعو الله بالشفاء للجرحى، وأحيي كل المقاتلين سواء الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية الذي سطروا أروع الملاحم في تحقيق هذه الانتصارات التي بدأناها في مديرية المصراخ من قبل شهر وحتى الآن. تكللت امس صباح امس بالانتصار الكامل وتحرير مديريه المصراخ بالكامل حسب المهمه وحسب الخطه التي طرحت ووضعت على الفخامه الاخ رئيس الجمهوريه وكذلك على قياده التحالف التي اقروها، وايضا العمليات التي تمت في تحرير الجبهه الغربيه من تعز هي مسايره لنفس الخطه التي رسمت بتزامن وبتوقيتات محدده. والمهام المثلى لنا إلى جانب المهام في المجال في مصالحة هذه الميليشيات الانقلابية التي أتت إلى مدننا وقرانا لتدمر كل شيء لتقتل النساء وتقتل الأطفال. الخطة القادمة لنا كجيش وطني وكمقاومة شعبية هو استكمال تحرير أولا مدينة تعز بشكل عام، سواء المناطق الباقية من الأرياف أو المدينة، والاتجاه حسب الاتجاهات التي تحددها لنا القيادة الشرعية. كانت الانتصارات هذه بتكاتف كل الجهود سواء من أبناء الجيش الوطني أو من المقاومة الشعبية، كل القيادات تشتغل بتناغم وبتفاهم كامل، وأيضا من أبناء المناطق والحاضرة الاجتماعية كانت قوية وكانت واقفة بجانبنا. اللواء 35 المهام القادمة له وهو جزء من الجيش الوطني في تعز، إلى جانب المشاركة في تحرير بقية تعز، إلى جانب أن هناك مهام أخرى إن شاء الله ستظهر في الأيام القادمة، الاتجاهات المحددة حسب ما وصل لنا من خطط إن شاء الله. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء. أعود إلى العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. سيادة العميد، هناك حديث عن استعداد المنطقة العسكرية الرابعة لإرسال لواء لقتال في تعز تحت لافتة استكمال التحرير، لماذا تأخرت هذه الخطوة إلى الآن؟ على أي حال دعنا نقول اولا اننا في المحور الجنوبي الشمال الجنوب الغربي الذي هو محور تعز، نحن نظل يعني احد محاور المنطقه الرابعه. والحقيقه اذا كان هناك تجهيزات ربما كانت معده ضمن الخطه اللي تحدث عنها سياده العميد عدنان فهي لا مشكله. نحن نرى ان اي دعم سيسهم في تحرير المحافظه سيكون مرحبا بالتاكيد، وكون الاخ رئيس الجمهوريه يعطي هذه التوجيهات لقائد المنطقه اذا تم تنفيذها فسيكون جيدا. على اي حال ايضا المنطقه والمحور بشكل عام هو لا يحتاج الى كثافه عدد بقدر ما يحتاج الى دعم اكبر بالسلاح والعتاد والمال لتحريك الجبهات، في تقديري هذا. هي لم تتاخر الخطوه وربما سارت بحسب المخطط المرسوم والذي تم الاتفاق عليه بين قوات المنطقه والمحور وبين
قوات التحالف من جهة أخرى. الآن يعني سيادة العميد، بعد يعني فك الحصار جزئيا عن تعز ووجود منفذ لإدخال المساعدات والدعم واللوجستي والعسكري، هل سنشهد تحركات أكثر من السابق يعني في خطوات لفك الحصار الكامل عن المدينة؟ هل ستصبح تعز مركزا لتحرير محافظات أخرى؟ مؤكد، وربما هذا الذي يعمل حسابه المخلوع والحوثيين الانقلابيين بشكل عام، هم خائفين أن تتحول محافظة تعز إلى نقطة انطلاق لتحرير باقي الجمهورية بالكامل، هذا مؤكد. طبعا الآن الحركة، نائب رئيس الجمهورية وجه بتحريك القوافل الإغاثية، أيضا ستتحرك بإذن الله تعالى، تتحرك الإمدادات الخاصة، كل الخط شبه مؤمن وبإمكان حمايته حتى وصوله إلى محافظة تعز. نتمنى أن يكون الدعم سريع وغير متأخر حتى نستكمل فك حصار المدينة باتجاه تحرير المحافظة بشكل عام من باب المندب، وأقصد من منطقة المخا وحتى مدينة كرش. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد سمير الحاج. أعود إلى سيادة العميد أيضا عدنان الحمادي. سيادة العميد، يعني هل يمكن أن نتحدث على أن هناك حاجات لقوات الجيش الوطني أو احتياجات من العتاد والتموين والدعم اللوجستي؟ هل وصلت وتأمنت هذه الاحتياجات بالنسبة لكم أم ليس بعد؟ هناك الكثير من الإمكانيات لم تصل إلى الجيش الوطني، وإنما نعمل بحسب المتوفر لدينا. إحنا نقاتل بأسلحة خفيفة ومتوسطة، قدم لنا التحالف الذخائر لها، وقدم لنا بعض الأسلحة، قدم لنا بعض العربات والأطقم، يعني بشكل محدود، مثلا اللواء 35 واللواء 17، ونتمنى أن تتوفر الإمكانية سواء المادية أو الأسلحة والذخائر الكافية لتحرير تعز بشكل عام، وأيضا للتحرك بمهام أخرى قادمة في أي اتجاه تأمر بالقيادة الشرعية. طيب سيادة العميد، ما يعني بسؤال أخير، ما هي التحديات التي تواجهكم في المناطق المحررة؟ هل يمكن أن تلخص لنا إياها بنقاط؟ التحديات هي كثيرة. شوف، نحن نحتاج إلى التأمين الجانب الأمني، وأيضا تأمين إيصال الغذاء والمواد الإغاثية والعلاجات إلى تعز المحافظة التي غازحة تحت الحصار، وهي تقاتل بأبنائها برجالها منذ شهر 4 العام الماضي. هذه المحافظة التي تحاصرت وانقطع عليها كل شيء أمام العالم، وسمعتم الكثير عن الحصار وعن الاستهداف للمحافظة وتدمير المستشفيات والبنى التحتية. هذه أكبر مشكلة وأكبر تحدي تواجه المحافظة وتواجه الجيش والمقاومة في الميدان، لأن الطريق الآن بعد فك الحصار أمس عن تعز من الجانب الغربي، نحن اليوم نزعنا الكثير من الألغام، نزلنا فريق هندسي من اللواء 35 مدرع إلى الضباب وإلى منطقة الحدائق والمقاية لتطهير الألغام، وإن شاء الله سيتم التطهير الكامل وإعلان الخط آمن غدا بإذن الله تعالى. ونبدو أن كل المنظمات التي تعمل في إطار الإغاثة وأيضا من قيادة الشرعية وقيادة التحالف أن تمد هذه المحافظة بأسرع وقت الإمكانيات. أما بالنسبة للجيش الوطني فالإمكانيات المادية وأيضا زي ما ذكرت لك من ذخائر وأسلحة نوعية نحن بحاجة لها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود إلى سيادة العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. سيادة العميد، يعني ما هي المخاوف الآن في يعني ما بين تعز وعدن؟ هناك طريق لربما تحرر أو أصبح سالكا إلى حد ما بعدم وجود ميليشيا، لكن هل هناك أي عوائق لا زالت موجودة فيه من ألغام أو ما شابه؟ العوائق لا زالت موجودة، ولعل الأخ العميد عدنان تحدث عن الفريق الهندسي الذي يعمل الآن لنزع الألغام عن الطريق، لكن بإذن الله تعالى لن تكون عائق أمام تحرك بالنسبة للمرور العربات والناقلات والمواد الإغاثة وأيضا مواد الدعم. إذا أفهم منكم أن هناك كاسحات ألغام توجهت بالفعل إلى الطريق لتطهيرها من الألغام؟ هي جزء من الحل، وأيضا المهندسين الخاص بنزع الألغام يعملون الآن على مدار الساعة لتأمين الخط. أعتقد أنه خلال غدا وبعد غد سيكون الطريق سالك
وبإمكان المواطن السير فيه دون ما خوف بإذن الله تعالى، مع تحذير من الأماكن التي غير معروفة والأماكن المشبوهة، وتحذير المواطنين من التعامل مع أي جسم مشبوه في الطريق لا يعرفون كونه هو ماهيته أو مكان غير طبيعي. الأمور الآن إن شاء الله تعالى. طيب سيادة العميد، ما هي الجهات التي يجب على المواطنين التواصل معها في حال وجدوا يعني أشياء مشبوهة حتى يتجنبوها وحتى يتم إزالتها؟ هو الآن مبدئيا التعامل سيكون اتصال بأفراد الجيش الوطني والمقاومة، أي شخص يرى شيء من هذا القبيل يقوم بالاتصال بأقرب شخص يعرفها من الجيش الوطني أو من المقاومة الشعبية، وهم سيقومون بالتصرف والعمل. لديهم فرق هندسية، لدينا الآن بإذن الله تعالى نحاول أن تطلع أكثر من كافحة ألغام على خط التربة تعز، والتعاون مع هؤلاء في إبلاغهم بأي جديد سيفيد كثيرا في التحرك في هذه الطرقات. طيب إذا ما تحدثنا عن الآن عن تحرير تعز بشكل عام، إلى متى يمكن أو متى يمكن الحديث على أن المحافظة تحررت بشكل كامل سيادة الحميد؟ لن نتحدث عن تحرير المحافظة بشكل كامل إلا عندما نكون قد سيطرنا على مطار تعز الدولي وعلى أيضا ميناء المخا، لأن هذين الشريانين الرئيسيين هما المؤشران الكبيران على تحرير المحافظة. دون ذلك لسه نقول أنه لازلنا في أمام مهمة تحرير، أولا فك الحصار ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة التحرير. طيب ما هي يعني أو إلى متى تتوقعون أن يكون التحرير؟ خلال كم؟ دائما أقول لكم في قناة بلقيس بالذات أن النصر قادم وقريب، ودائما التحديد لا يمكن أن يتم في معركة مفتوحة، لكني اليوم أؤكد مرة أخرى لك ولمشاهدينك الكرام بأن النصر قادم وقريب جدا بإذن الله. طيب يعني بسؤال أخير سيادة العميد، إذا ما تحدثنا عن أن هناك من يتخوف من تكرار نموذج الانفلات الأمني في عدن أن يتكرر في تعز، هل هناك إجراءات تتخذونها أنتم في القيادة العسكرية يعني بالتنسيق مع القيادات الأمنية أيضا لضمان عدم حدوث ذلك؟ الحقيقة نحن بدأنا فورا بتوجيه للأخ مدير أمن المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية المكلفين يعني مؤقتا، هؤلاء قاموا بإعلام في الانتشار في المناطق مناطق برباشا ومناطق التي فتحت الآن قريبا، وأيضا تأمين حال المواطنين وفتح أقسام الشرطة والعمل على تأمين أيضا الممتلكات العامة والخاصة في عدم المستثمرة من أي جهة. نحن ندرك أن هناك أيضا تكون ثغرات أمنية كبيرة خاصة بعد الانهيار الكبير الذي أحدثه الحوثي في الأجهزة الأمنية، لكننا سنعمل جاهدين على إن شاء الله تلافيها والحد منها بقدر المستطاع. أشكرك شكرا جزيلا الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي. مساء الخير سيادة المهندس. أهلا مساء النور يا أستاذ. أستاذ رشاد، على يعني هل حدثنا على أي حال تبدو مدينة تعز اليوم؟ يا أخي مدينة تعز تعيش ابتهاج رائع وصورة مشرقة، وأنزاحت صورة الألم والياس التي كانت في تعز، وانقشعت غبار الألم الذي كان مسيطر، وأزحنا صورة الكآبة المنظر التي كانت تظهر عليه صورة المدينة. الناس يعيشون حالة فرح عارم، متواجدين في الشارع يعيشون أفراح ربما لم يتعهدوها من قبل. أنا أعتقد أنه هذا اليوم كان يوم فاصل، يوم تاريخي في حياة أبناء المحافظة. كم كانت سعادة الناس غامرة بهذه الانتصارات التي حققها جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية. أنا أعتقد أنه هذا يكشف إلى أي مدى كانت مرارة وجود جماعة الحوثي صالح بتلك الممارسات التي كانت تقهر مواطنينا في محافظة تعز، وذلك الحصار الجائر الذي كان مفروض على المحافظة. طيب يعني ما هي الترتيبات التي يعني تعدها أو تقوم بها السلطة المحلية يعني كتحضير لتحرير المدينة بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه ما حصل هو عمل عظيم وممتاز، لكن وهذه لكن لا تعني استدراك المخاوف ولكن محاذير، بأن أمامنا لا زال المشوار أنا أعتقد بأنه قادرين على تجاوزه. نحن في السلطة المحلية الآن
في استعداد كامل لاستيعاب المناطق التي تم إضافتها إلى ما كانت موجودة في مناطق الحصار. هناك أقسام شرطة يفترض أن تفتح في هذه المناطق، هناك خدمات يفترض أن تفعل بشكل إيجابي مش عشوائي زي ما كانت موجودة. مسألة الإغاثة دخلت، سوف ندخل قوائم الإغاثة إلى هذه المناطق لتتساوى هذه المناطق بما كانت في مناطق الحصار. نحن كان عندنا مناطق حصار لكن كان في ترتيب ما في مسألة الإغاثة، في مسألة ترتيب الأمني. نحن يهمنا الأمن كمرحلة أولى، ربما هو الأساس اليوم. لابد نحافظ على الأموال العامة، مؤسسات الدولة، على الأموال، على الأملاك الخاصة. وأنا أعتقد أن حتى الآن الصورة ناصعة لإخواننا في المقاومة والجيش الوطني في مسألة حماية أموال الناس والمواطنين، وهذه مسألة أساسية. مسألة الأمن تاجي أو تاتي أولوياتنا في كيفية العمل. دعوة كل أخواننا في المكاتب التنفيذية ليمارسوا عملهم. نحن عندنا غدا زيارة لجامعة تعز لكي نعيد الصورة العمل داخل الجامعة. مدارس المدينة لابد أن يكتمل المدارس والترتيب لإعداد لفتحها. الأعمال التنفيذية، مدراء العموم لابد يعيدوا لأعمالهم. أنا أعتقد أن ضبط هذه المسائل كلها سوف يشعر المواطن، أو نحن هدفنا بإشعار المواطن، مش حتى يشعر المواطن لكن حقيقة الموقف. لابد أن تتعافى المحافظة، تتعافى المدينة، نصل إلى مرحلة الاستقرار الذي نتمناه ونرجوه. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ رشاد الأكحل. ينضم إلينا الآن دكتور محمد جميح المحلل السياسي. دكتور، بداية مساء الخير. أهالي تعز يعني خرجوا محتفلين وشاهدنا الكثير من الاحتفالات بما حدث من تقدم عسكري وكذلك كسر جزئي للحصار عفوا، هل هذا أيضا يعني يشي بأن هؤلاء لديهم أمل بأن ما يحصل يمكن أن يحرك الملف السياسي للتسوية، أم أنه بالعكس معتمدين الناس على الحل العسكري؟ لا أعتقد هو جميع الأطراف يعني تؤمن بالحل السياسي، حتى الأطراف التي تؤمن بالحل العسكري هي تؤمن بالحل العسكري كوسيلة لتنفيذ الحل السياسي وتمهيد الطريق لتحقيقه. الحل السياسي والحل العسكري يصبان في المجرى نفسه، تطبيق القرارات الدولية، تطبيق مخرجات الحوار الوطني، الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. هذه الثلاث مشروعيات، المشروعية الوطنية والحوار الوطني، المشروعية العربية، المبادرة الخليجية، المشروعية الدولية، القرارات الدولية وآخرها 22 16، هذه المرجعيات وهذه هي المشروعيات الثلاث التي يبنى على أساسها القرار الحل السياسي الذي إن جاء بالسلم وإن جاء بالحسم العسكري فإنه سيعود إلى هذه المرجعيات الثلاث. لكن لا شك أن ما حصل من تقدم للمقاومة والجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كان اختراقا كبيرا، يعني وإن لم يكن على المستوى الوطني لكنه على مستوى معركة تعز التي تعتبر الحجر الأساس في تحرك الجبهة الغربية اليمن في تعز والحديدة والسواحل اليمنية على البحر الأحمر، ومن ثم أيضا ربما تمتد آثار ما حصل في تعز إلى المحافظة المجاورة لها وهي محافظة محورية جدا نظرا لكونها يعني في مكان متوسط بين صنعاء العاصمة وعدد من المحافظات في هضبة اليمن وبين محافظات الساحل اليمن والسواحل يعني محافظة إدلب. لكن لا شك أن الحل العسكري أو العمل العسكرية هي تمهد للحل السياسي، وذلك بإجبار الحوثيين على التزامهم بالقرار الدولي لأنهم قد أعلنوا من قبل عن التزامهم، لكن الآن هنا مرحلة تطبيق القرار الدولي، تطبيق مخرجات الحوار الوطني والتزام بأسس المبادرة الخليجية التي تمخض عنها كل ذلك المعمار طيب السياسي. هذا خارجيا دكتور، ماذا عن بداخل تعز؟ ما هي أولويات الحكومة التي يجب أن تقوم بها الآن في المدينة؟ أنا أعتقد أولويات المقاومة الآن هي المحافظة على الأمن، مثل ما تفضل الضيف الكريم الذي سبقني الأستاذ رشاد. أظن المحافظة على الأمن، المحافظة على أموال الناس، على الممتلكات العامة والخاصة. أيضا يجب على المقاومة وجوبا حتميا أن تلتزم بأخلاق البرسان وأن لا تمارس أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن أن تكون منفلتة في لحظة من اللحظات
النصر والنشوة بحيث تحسب فيما بعد ضد المقاومة وتوظف توظيفا سيئا لتشويه الوجه المشرق للمقاومين الذين كانوا يمثلون الوجه المظلوم لهذه المدينة الصامدة والباسلة. لا نريد أن ينقلب المظلوم ظالما في لحظة من اللحظات. إذا الالتزام بأدبيات الحرب، الالتزام بأخلاق الحرب، الالتزام بما جاء في اتفاقيات جنيف، المواثيق الدولية، الجامعة العربية، الأمم المتحدة، الالتزام بقيم الشرف اليمني كذلك ضرورة حتمية يجب أن نلتزم بها كل المقاتلين. نعم دكتور. تحصل تجاوزات أحيانا غير مرضية عنها، لكن هذه نقطة محورية لأنها يكون لها أثر سلبي جدا على وجه المقاومة هنا في الغرب. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذ رشاد الأكحلي. أستاذ رشاد، تحدث رئيس الحكومة عن تسيير قوافل إغاثية إلى تعز من عدن، هل هناك احتياجات لأشياء أخرى في المدينة؟ هي الاحتياجات الموجودة معروفة، هي إغاثة غذائية وإغاثة دوائية، وعندنا مظافة وعندنا المياه، كل هذا. أنت لما تنظر إلى المدينة هي بحاجة إلى كل شيء عزيزي. المدينة ربما مورس عليها إفقار منظم بكل جوانب الحياة الإنسانية فيها، وبالتالي نحن نقول بأننا بحاجة إلى كل شيء، لكن بحاجة إلى ترتيب منظم لهذه القوافل التي سوف ترتب. أشكرك شكرا جزيلا وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد الأكحلي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز من هناك. أعود إلى دكتور محمد جميح. دكتور، هناك مراقبين يخشون من تحقيق أو يعني تحقق الانفلات الأمن الذي حدث في عدن أن يحدث كذلك في تعز بعد التحرير، هل تتوقع ذلك أيضا؟ أنا لا أتوقع أن يكون بالحجم الكبير الذي شهدناه في عدن. لماذا؟ لعدة أسباب. يعني المسببات التي كانت في عدن ربما مختلفة، طبيعة الأجهزة الأمنية التي كانت تتمركز في عدن والتي تحولت إلى خلايا نائمة أيضا ربما مختلفة، طبيعة عدن والخلافات التي كانت سواء خلافات الشمال والجنوب أو خلافات الجنوب والجنوب أو الخلافات القبلية والمناطقية والجهوية، هذه للأسف الشديد بارزة بشكل أو بآخر في هذه المحافظة شئنا أم أبينا، أنكرنا أم أقررنا بذلك. تعز نسيج مختلف إلى حد ما، بالأخير كلنا يمنيون نسيج واحد، لكن تعز لها خصوصيتها. الانتماءات القبلية الفاقعة ليست موجودة بشكل واضح في تعز، أقصد المدينة. والأحقاد التاريخية أو بعض العقد التاريخية التي انبنت على شيء من فوبيا الماضي، أظن أن تعز متحررة إلى حد ما من هذه العقد. أيضا المنسوب الكبير لإدارة الدولة والموظفين المتواجدين في إدارة الدولة هم تعز، وهؤلاء لديهم حس الانتماء للدولة وليس حس الانتماء للمنطقة، سواء كانت تعز أو كانت المدينة أو أي منطقة أخرى في تعز، وأيضا ليس لديهم حس الانتماء القبلي. إذن أعتقد أن مدنية المدينة ستكون حافظا لها من الانطلاق نحو الارتخاء الأمني والانفلات الأمني، بينما في بعض المناطق الأخرى نتيجة لتجذر بعض التنظيمات المتطرفة حواليها وليس فيها أثر ذلك على بنيتها الأمنية. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي دكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نتمنى أن نكون قد أضفنا لكم الكثير من المعلومات سواء من الجانب الميداني العسكري أو من جانب التحليل السياسي. أرجو أن يعني أشكركم في نهاية الحلقة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة والإنصات، تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان مقدم الحلقة والزميل محمد القاسم معدها، وكذلك تحيات الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.